صباح جديد مع رشيد من ستاد سعود كل نهار على راديو أصوات. ألو ما دمنا كنتكلموا على مغربية وفتخر غادي نشوفوا كوش مغربية وكتفتخري نيت أو لا والطريقة سهلة وسهلة جدا. غادي نطرحوا لك 10 ديال الأسئلة كي كنقولوا بورتري مغربي. ها يلا بدا رشيد نبداو. الا كنتي فيلم مغربي شنو فيلم تختاري ابتسام تسكت؟ فيلم مغربي كاين بزاف ماشي دابا واحد 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 يلا لا 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 الاختيار ديالك انت ابتسام كيعجبوني بزاف. فيلم مغربي واحد قسم 8 قسم 8 مشاغبة. الا كنتي مسلسل مغربي مسلسل وعدي مغني مغربي. إلا كنت مغني مغربي لا مغني ما قلناش مغنية مغني مغني قولي اللي بغيتي كل واحد غيبقى فيهم ماشي مشكل لا ما عندهمش علاش يبقى فيهم الحال تختاري واحد اللي طاح لك في البال je pense les sal يلا قول وفكر شحال بدر سلطان اوكي المناجر ديالك يبيع المغنيين الاخرين ديالو زين زين الا كنتي مغنيه من غير مغنية مغربية من غير ابتسام اختار ماشي مغني مغنيه من غير ابتسام مغربيه ناديه العروسي ناديه العروسي اوكي ممثل مغربي رابعه القاطي ممثله ممثلة ممثلة مغربية يلا بشرة ممثلة مغربية شكون بشرة؟ بشرة خالد بشرة خالد اوكي ممثلة ومغنية على فكرة اوكي شارع مغربي شارع مغربي شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس إلا كنت أكلة مغربية صفا باش بالحمام بالدجاج باش باش ما كان ما عنديش مشكل إلا كنت عيد وطني مغربي عيد وطني مغربي مسيرة الخضراء وإلا كنت فاكهة فريز صباح جديد مع رشيد من ستاد سعود كل نهار على راديو أصوات